بنرحب بالفنان محمد رمضان معانا في بوابة اخبار اليوم. الله يخليكي، واخبار اليوم كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب. الف مبروك على مسلسل ابن الحلال. الله يخليك، الله يبارك فيكي، وانا سعيد الحمد لله بردود الافعال وبالكلام اللي اتكتب في اخبار اليوم من النقاد والاستفتاءات الجميله اللي هم عملوها. مصدق النجاح اللي حققه المسلسل؟ الحمد لله، طبعا ربنا اكرم من توقعاتي واكرم من توقعاتنا كلها، وانا تمنيت ان انا افضل محافظ على حسن ظن الناس وافضل عند حسن ظنهم ان شاء الله الفتره الجايه. العمل ارهقك جامد ولا يعني عادي؟ لا طبعا حاجه مرهقه ومتعبه، ولكن النجاح بينسي اي تعب في الدنيا. يعني شفت التجربه الدراميه ازاي في رمضان؟ منافسه كبيره جدا، في نجوم كبار موجودين، ولكن وفكرة دخول البيوت الناس دي حاجة صعبة، يعني لازم أكون أدى هذه المسؤولية، أنا داخل لجميع الطبقات لجميع الأعمار، فلازم أختار موضوع يليق بجميع المشاهدين، يعني مصر والوطن العربي. المشكلة اللي حصلت إن المسلسل بيشبه كتير قصة قتل بنت الفنانة ليلى غفران، وحصل مشكلة ومداخلة في التليفون في برنامج وائل إبراشي، وأنت كنت متضايق وكده كلمنا. انا ما اعرفش ان هو شبه قضيه بنت ليلى غفران، ولكن ايه المشكله ان هو يبقى شبه قضيه بنت ليلى غفران؟ ده قضيه عامه، يعني ده قضيه اتكتبت في جميع الجرايد في صفحات الحوادث. ايه المشكله ان السيناريست عجبه القضيه اضاف لها شويه من خياله وعملها عمل درامي افضل ما يجيب فيلم امريكاني ويمصره؟ يعني ده افضل. يعني شفتها قله ذوق، بس قله ذوق، و يعني قبل ما تتكلم كده تعرف هل انا اقصد ولا لا، يعني اتكلمت باسلوب غير لائق في معول الابراش. تعاونك مع المخرج ابراهيم فخر هيتعاون معاه تاني؟ شرفني ويسعدني والله، ان شاء الله.